حضر سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الأعلام رئيس مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون حفل ختام فعاليات الدورة 15 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، والذي أقيم برعايته مساء أمس على مسرح البحرين الوطني وبحضور رؤساء الوفود الخليجية والعربية المشاركة بالمهرجان وحشد كبير من الفنانين والإعلاميين والمؤثرين الخليجيين والعرب ضيوف المهرجان. وفي بداية الاحتفال استذكرت إدارة المهرجان بكثير من التقدير والعرفان وفي لفتة وفاء مناقب الكاتب الصحفي والإعلامي البحريني الكبير سعيد الحمد الذي فقدته الأسرة الصحفية الخليجية قبل أيام. وفي كلمته أمام الحفل الختامي للمهرجان رفع الإعلامي الكويتي السيد مشاري عبد الرحمن البعيجان رئيس لجان التحكيم أسماء آيات الشكر والتقدير لمملكة البحرين ممثلة في وزارة شؤون الإعلام لجهودها المتواصلة في استضافة أعمال دورة 15 للمهرجان وما وفرته للدورات السابقة من دعم ورعاية. وقام سعادة وزير شؤون الإعلام بتكريم الفائزين بالأشرعة الذهبية والفضية للدول الخليجية الأعضاء. بهذه المناسبة أعرب وزير شؤون الإعلام رئيس المهرجان عن شكره وتقديره إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود من لدن جلالته للحركة الفنية والثقافية في مملكة البحرين والتي تحظى بمتابعة ودعم من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما أعرب وزير شؤون الإعلام عن سروره بما شهده المهرجان من مشاركة خليجية وعربية كبيرة من المسؤولين والمبدعين في الشأن الإعلامي وقطاع الإنتاج التلفزيوني والإذاعي. وأكد سعادته أن فعاليات المهرجان في هذه الدورة تميزت بالتركيز على محاور مهمة لامست أهم الموضوعات المتصلة بقطاعي الإذاعة والتلفزيون، منها دور الإعلام في تعزيز الهوية الخليجية وتطرق للإعلام الجديد والمرأة الإعلامية والشباب وغيرها من الموضوعات التي زخرت بها ندوات وورش العمل المصاحبة للمهرجان. هذا وهنأ سعادة الوزير كافة المكرمين والفائزين في مسابقات المهرجان وحصولهم على جوائز الشراع الذهبي والفضي. وجدد الوزير النعيمي الشكر والتقدير لكافة القائمين على الإعداد والتنظيم لهذا المهرجان من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة شؤون الإعلام. كما توجه بالشكر لهيئة البحرين للثقافة والأثار على تعاونها باستضافة حفلي الافتتاح والختام في مسرح البحرين الوطني الذي يمثل أحد أهم المرافق الثقافية والصروح المعمارية المتميزة في مملكة البحرين. برامج وأعمال إعلامية متميزة تحمل محتوى ثري قامت عليها جهات إعلامية أبت إلا أن تطرح مضمونا متميزا يخدم المجتمع بشكل كبير وينقل له المعلومة بأسلوب بسيط يحاكي الرؤى الإعلامية الجديدة في الوقت ذاته ليتنافسوا من خلالها في مهرجان الإذاعة والتلفزيون فيحصدوا الأشرعة الذهبية والفضية. وزارة شؤون الإعلام بوزيرها سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي والزملاء والمسؤولين في الوزارة قدموا كل الجهد، ولكن الحمد لله هو جهد جماعي ولذلك كان النجاح للجميع. نتمنى أنه تتواصل هذه التجمعات والتظاهرات الإعلامية لأنه الناس توقف المهرجان لمدة 6 سنوات أصبحوا في تعطش، وإن شاء الله نعدكم بشيء جديد. أشرعة ذهبية وفضية حصدتها الأعمال الفائزة لما تفردت به من مواضيع متنوعة لها عظيم الصلة المباشرة بقضايا المجتمع الخليجي والعربي، ولدت منافسة شديدة بين شركات الإنتاج الخليجية والعربية الحكومية منها والخاصة، بالإضافة إلى صانعي البرامج الإذاعية والتلفزيونية. الجوائز دائما تحطنا أمام مسؤولية كبيرة ويا المشاهدين. أنا طبعا يعني أكيد بلا شك الجوائز هذه تشكل حافز ل يعني الواحد يعني يستمر في عطائه
ويعني دائما يكون عطاءه متجدد. مثل هذه الملتقيات ومثل هذه المهرجانات بعيد عن المسابقات وبعيد عن لجان التحكيم، التجمعات اللي قاعد نشوفها اليوم ما بين الفنانين ما بين الإعلاميين مقدمين البرامج مقدمين أيضا الإذاعة والتلفزيون سواء في المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية والهيئات الحكومية، في الحقيقة هذه التجمعات قاعدة تلقي بظلالها على الإنتاج خلال الأعوام القادمة. أنا طبعا وايد سعيدة بشكل لا يوصف، يعني جائزتين، يعني ما نزلت الدرج ما لحقت أنزل الدرج عشان أطلع، يعني صدق كانت يعني مفاجأة حلوة. وأحلى شيء في مهرجان الخليج هذه السنة كان فيه نظام حلو، وفي نفس الوقت كان يعني حتى المسابقات كان فيها كتمان شيء مو طبيعي. مهرجانات لها قيمة كبيرة للتحفيز للمحافظة على الرسالة التوعوية وعلى تقديم أفضل صورة إعلامية للجمهور الخليجي. طبعاً قبل فوزنا بالجوائز نحن فايزين بالمشاركة مع أخواننا، ويمكن الدورة هذه جت بعد توقف طويل تقريبا نتكلم عن 5 لـ6 سنوات. هذا احنا نعتبره الفوز الاول. فزت بجائزتين اليوم ممثله عن مثلت جريده البلاد، فخوره جدا جدا جدا، لكن بعد التقدير الاكبر هو لما نشوف هذا الاحتفاء الرائع جدا. الى ذلك توجت مملكه البحرين ممثله بوزاره الاعلام ب 13 جائزه، من بينها 8 جوائز ذهبية و5 أشرعة فضيه. الشراع الذهبي برنامج وطني لوزارة شؤون الإعلام مملكة البحرين. الفائز بالشراع الفضي برنامج مجتمع واعي وزارة شؤون الإعلام مملكة البحرين. بالإضافة إلى عدد من الأشرعة التي ذهبت للبرامج التلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال العمل البحريني الزقوم والذي حصد الشراع الذهبي. جوائز ذهبية وفضية حصدتها أعمال خليجية متميزة في ختام فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي احتضنته البحرين بكل حب، جمعت فيه كوكبة من الإعلاميين، وها هي تسدل الستار على كافة فعالياته على أمل أن يجتمع كافة المشاركون فيه مجدداً في المواسم القادمة. قول الجريني.